طبعا برضو بيتابع من خلال مستشفى امبابة العام، ونعرف برضو يعني اخبار المصابين ايه، يعني عددهم الموجود في المستشفى قد ايه، وان شاء الله يا رب كده يكونوا يخرجوا في القريب العاجل، ونطمن برضو على الحاله الصحيه بالنسبه لهم. علي بصبح عليك، ويا ريت تحطنا في التفاصيل بعد اذنك. برحب بيك يا هشام وبكل السادة المشاهدين، طبعا موجودين دلوقتي في محيط مستشفى إمبابة العام، واللي استقبلت عدد من مصابي حادث الأمس كنيسة أبو سيفين بإمبابة، واللي طبعا يعني أسفر عن 41 وفاة و14 إصابة، حالتين يعني خرجوا من مستشفيات امبارح، وتبقى 12 حالة منهم 7 حالات داخل مستشفى إمبابة العام و5 حالات في مستشفى العجوزة. في 4 حالات حرجة، مستشفى إمبابة العام بتستقبل أو بتستضيف حالة واحدة بس هي موجودة على التنفس الصناعي، بينما مستشفى العجوزة بتستضيف 3 حالات أخرى برضو حالات حرجة، ولكن باقي الحالات حالات يعني مستقرة بشكل كبير. النهاردة يعني موجودين النهاردة في 6 حالات بالإضافة عفواً بالإضافة للحالة الحرجة، في 6 حالات يعني ما بين مصابين بحروق، في حالة مصابة بحروق 20% وحالة مصابة بحروق 26%، وحالة طبعا تمزق في الأربطة، وده طبعا نقدر نقول عليه البطل محمد يحيى الشاب المصري اللي حب أو هو قرر إن هو يساعد ويساهم في إنقاذ ضحايا ومصابي حادث الكنيسة، وطبعا على بسبب قراره وبسبب شهامته طبعا هو أصيب، ولكن هو دلوقتي يتلقى العلاج داخل المستشفى، وإن شاء الله ده مقرر إن شاء الله إن هو يخرج النهاردة بسلامة، ولكن باقي المصابين 5 هيكونوا موجودين لاستكمال باقي علاجهم. خلينا نتكلم برضو يا هشام، بالإضافة طبعا لتلقيهم للعلاج، يعني كان شهدت مستشفى إمبابة العام وجود لرئيس مجلس الوزراء بالأمس وزار المصابين، وكمان وزيرة التضامن الاجتماعي زارت المصابين، ووزير الصحة ومحافظ الجيزة، كان في أكثر من مسؤول موجود داخل المستشفى لزيارة والاطمئنان على صحة المصابين، وكمان الوقوف على حالتهم الصحية. وكمان كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعلن طبعا أن وزارة التضامن الاجتماعي هتقوم بصرف 50,000 جنيه للأسر اللي توفى والدهم أو المسؤول عنهم ولي الأمر، بينما يعني هيتم صرف 25,000 جنيه في حال لو كانت الوفاة لأحد أفراد الأسرة، وكمان هيتم صرف ما بين 5 ل 10,000 جنيه للمصابين يعني لأسر المصابين. ده بالإضافة طبعا لما سيقدمه من دعم الجمعيات الأهلية، طبعا هيبقى برضو المبالغ تقريبا بالمثل، يعني هيتضاعف المبلغ، وكمان ده يعني بالإضافة كمان كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إن هيقوم صرف معاش تكافل وكرامة للأسر اللي تعرض أحد أفراد أسرتها أو عائلها للوفاة أو توفى جراء هذا الحادث. طبعا المعاش هيستمر لمدة عام، وبعد هذا العام هيتم عمل بحث اجتماعي للأسرة لقرار أو حتى يتم إقرار يعني تخصيص معاش على مدد بعد كده، لو كانت الأسرة محتاجة فعلا لهذا المعاش. بالإضافة كمان اللي قامت بيه مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، اللي أكد إن هو قام بتوجيه الإدارة الحسابات بمؤسسة الأزهر لتخصيص دعم مادي للأسر المصابين وأسر الضحايا، وكمان صرح إن مستشفيات جامعة الأزهر مفتوحة لجميع المصابي في أي وقت يحتاجوا فيها التدخل والرعاية الطبية هيجدوها داخل مستشفيات الأزهر. في الحقيقة هشام يعني الوضع رغم أنه هو كان يحمل مأساة، ولكن داخل المأساة يعني شاهدنا عدد من الدروس المستفادة وعدد من النماذج اللي فعلا حركت قلوبنا وحسستنا أن إحنا دايما في رباط إلى يوم الدين، وكمان في أمثلة ونماذج أكدت لنا أن الشعب المصري دايما في ظهر بعض ودايما مع بعض في الأزمات حتى يعني يتخطوها ونوصل إلى وضع أفضل إن شاء الله.
أنا بشكرك جدا يا علي، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز علي عامر مراسل ام بي سي مصر كنت معنا على الهواء مباشرة من أمام مستشفى مبابة العام، بشكرك ألف شكر.